لها السلامة. ايه؟ كنت في الوحدة ولا كنت بتجاهد في فلسطين؟ يخصك في ايه تعرفي انا راجع منين؟ ازاي مستواك انحدر للدرجة دي؟ مارسيل؟ هذه قيم الموصل العليا اللي انت تربيت عليها؟ انت اخر واحدة تتكلم عن الموصل العليا. ليه؟ برجع كل يوم سكرانة من كباريهات مع كومبارس؟ ناسي واجبي تجاه نفسي ووطني؟ دور وشك الناحية التانية ليه؟ ما تواجه زي ما تعودت عليك، ولا انت خلاص بقيت واحد تاني انا ما اعرفوش، ضعيف قدام شهواته. بتقولي ما تكلمش على قيم الموصل العليا، انت مين عشان تحكم عليا وتعمل من نفسك اله؟ يا علي بيه، ده حتى الاله بيغفر وبيسامح وبيعرف يعني ايه واحده تضحي بروحها عشان اسره وراجل كان هيموت اسمه اب. ما سمعتش ولا فهمت وقلبك اتحول لحجر، وانا قبلت قلت يا بنت ده من حبه ليكي من عشمه فيكي. وفضلت من ساعتين فاتوا كبير في عيني وفي نظري، لكن دلوقتي لا، انت اللي فاكر نفسك اله. انا خلاص كفرت بيك وبحبك، لاني مستحيل احب انسان ذليل ضعيف مسلم نفسه للشيطان، وجاهز جدا يكون هو نفسه الشيطان. أنا هروح معك إسرائيل. برافو يا ليلى، برافو، ده أحسن قرار أنت خدتيه في حياتك. أنت مش محتاجة تعملي أي حاجة ولا حتى تحضري هدومك، لأنك ببساطة مش هتحتاجي لأي حاجة هناك. صباح الخير يا حاج. عاجبك اللي بتعمله في نفسك ده علي؟ ايه؟ مش فاهم. مش فاهم؟ لا انت فاهم كويس. بتعمل في نفسك كده ليه يا ابني؟ على ايه ده كله يا حاج؟ ايه ده كله؟ أنا بدور معاك على علي بتاع المروة والشجاعة، علي بتاع الوطنية. فين علي اللي حلمت بيه؟ راح فين؟ راح ومرجعش. ربنا يهديك يا علي. هو يعني يا إما بنتي تروح تحب لي واحد مسلم ولما ما تعرفش تتجوزه تموت نفسها من الحزن، يا إما تسيب بلدها وتموت من الغربة؟ غربة إيه يا أمي؟
دي بلدنا. تاني وتالت ورابع لحد ما تقتنعوا باللي انا بقوله ده. انا ما بحبش القرارات اللي بتتاخد في الفرح الشديد والحزن الشديد. اختك في حاله انهيار، كان لازم نديها وقتها عشان تتعافى وتعرف تفكر. اوعى تستغلها. ايه الكلام ده يا ام؟ دي اختي، يعني اغلى عندي من روحي. بعدين هي هتسافر للابد ولا ايه؟ هي هتجرب حاجه جديده وتقابل ناس جديده، يعني في الاول وفي الاخر هتغير جو. علاج برضو ده يا امي. تغيروا في اسكندريه، اقل بحر ورمل وهوا حلو، لكن زراعه وشغل وكلام عن ابصر اسرائيل الكبرى دي. اوعدك اني مش هدخلها في اي جدال يا امي. موسى انا بحذرك. بعدين انا مش فاهمه عقلكوا راح منكوا فين؟ مش في اب كبير للعيله دي لازم ترجعوا له؟ ما ينفعش يا ليلى تسافري. من فضلك يا بابا. من فضلك انت، انت ازاي تخلي موسى يسيطر عليك كده وتغيري قناعاتك؟ انا ما غيرتش حاجه، انا فعلا محتاجه ابعد وافكر في حياتي بهدوء. تقطع جذورك يعني؟ سميها استراحه، فرصه اخد نفس وابص على حياتي بهدوء. طيب انت طول عمرك وانت في المريديه بتحلمي تروحي فرنسا، انا هبعتك هناك مدام مصر على السفر. يا حبيبي يا بابا ربنا يخليك ليا، انا مش هروحها من غيرك. انا مصر اروح اسرائيل واقعد في الكيبوتس واشوف الجنه اللي بيحكي عليها موسى دي. مش جايز يبقى هو صح وانا الغلط؟ عارف انا خايف عليكي من ايه؟ من ايه؟ نفسك. يا دي النور، يا دي النور. وانا اقول المحل منور قوي كده ليه؟ مش المحل، لا الحاره كلها. ازيك يا عم؟ يا عين عمو، الحمد لله على سلامتك يا ليلى. الله يسلمك. وازاي طنط وازاي فاطمه؟ بيبسوكي ووحشاهم قوي. جيرانك واهلك كلهم انت وحشاهم. ما تقعد يا عم، انت هتفضل واقف كده ووقفنا معاك. لا انا اروح اجيب لها الاول زبادي بالعسل الابيض عشان العسل نفسه. ملوش لزوم يا عمي، ربنا يخليك. طب اقول لك حاجه، انا هجيب لك شربات ورد. انت بس اللي تشرب منه عشان الورد للورد. ايه رايك؟ يلا. مارسيل اول ما عرفت انك موجوده قالت لازم تيجي تسلم عليكي. وحشتيني موت. سمعت انك كنتي مريضه، بس الحمد لله ببركه موسى ابن ميمون بقت زي الفل اهو. دي مودي خالص التفكير ده. واخبار السيما ايه يا مرسيل؟ مضيت عقد بطوله مع احمد سالم. عال عال، يعني حاره الياقوت هيطلع منها نجمه. عقبال ليلى يا عمي. اوروفوار. حد يسيب الدنيا دي ويروح للنار برجليه؟ بصراحة يا جماعة أنا كنت مريض، لكن ربنا عافاني. وأنا النهاردة أنا معاكم. بجد علي؟ هو ده علي زميل الكلية والدفعة وحرب. المتقى الحماسة الوطنية. أنا آسف لو كنت خيبت ظنكم فيا. علي ما تقولش كده، طول عمرك الأول علينا. أنت ياما دورتنا مكتب. واضح إني ما كنتش في رأيي، الفترة اللي قضيتها أسير أثرت على نفسيتي. ولا يهمك علي، المهم انت دلوقتي جاهز؟ مش هيهداني بال الا لما نطرد الانجليز من مصر والملك الفاسد قبل الانجليز. المعبد الودين في رقبتي لازم نوفيه قبل ما اسافر. بدور عليك من الصبح عشان موضوع السفر ده. ماله؟ ايه اللي خلاكي تغيري رايك؟ مش انتي طول عمرك كان نفسك ابعد عن علي؟
عايزيني ببعد اهو. يعني الموضوع علي؟ سواء كان عشان علي او لا، الموضوع يخصني انا. سفري فيه راحه للكل. كل مين؟ كل مين يا ليلى؟ انا عارفه انك مش هتفهمني دلوقتي، بس بكره لما تبقي ام هتفهمي. انتي عارفه ان انا عمري ما علمت بيكي غير وانتي في زفتك عروسه زي القمر. انا بشوفك اجمل بنت في الكون كله، وتستاهلي احسن عريس في الدنيا، عشان انتي تستاهلي انك تستريحي. ما تشقيش الشقه اللي انا شقيت وانا وابوكي من اوضه بحمام مشترك مع جيران لاوضه فوق سطوح لغياب ابوكي عني بالشهر والشهرين، بيلف في عين امه بالبضاعه عن نجوع والعزب، يحوش المليم جنب النجله عشان يقب بيكوا على وش الدنيا وقبينا. احنا شعب اتكتب عليه انه يعاني من ساعه ما اتوجد لحد يوم القيامه، بس اللي يلاقي فرصه انه يرتاح لازم يحس ان ده فضل من اللي خلقه. يا ليلى انا مش عايزه غير انك ترتاحي، ترتاحي وبس. ما انا مسافره عشان ارتاح. السفر هيخليكي تهربي. الهروب راح. الهروب تأجيل، تأجيل لمشكله هترجعي تلاقيها زادت وكبرت وهتوجعك اكتر. خليني اجرب. وانا أجرب نار البعد عنك يا ليلى. إنتي صحيانك بس من النوم، يعني يومي ابتدى ورجوعك من شيكوريل يعني ضحك ودفئ وونس. يا أمي خليني أوحشك أكتر. في البداية نحب نرحب بالزميل علي اللي الوعكة الصحية بعدته عنا الفترة اللي فاتت. أهلا يا علي. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. بسم الله. هنبدأ جدول الأعمال الليلة دي بمقترحات ليها علاقة بأولويات العمل الابتدائي. أنا رأيي نبدأ من حيث انتهت المقاومة الشعبية، يعني أكل الضباط والجنود الإنجليز. وأنا رأيي من رأي الزميل، وده يفتت عظم جيش الاحتلال. وأنت إيه رأيك علي؟ أنا رأيي عشان نتخلص من الانجليز لازم نبدأ بالملك واللي حواليه، وعشان نخلص منهم لازم تأييد شعبي، تأييد من جوه الجيش، وده مش هيحصل إلا بنشر الوعي. تقصد منشورات؟ بالظبط. ومين اللي يكتب المنشورات؟ ما ينفعش طبعا بخاطر يد. بالتأكيد محتاجين مكنة رونيو ومكان نخزنها ونكتب عليها وتوزيع منشورات، دي حاجات كتيرة مش سهلة. مين قال إن طريق الكفاح سهل؟ لازم نتوقع السجن، تعذيب، الموت، هو ده الطريق الوحيد. يبقى ناخد تصويت على موضوع المنشورات. اللي موافق يرفع ايده. يبقى موافقة. على خيرة الله. الله يا بختك يا ليلى، باريس مرة واحدة؟ اوعى تكوني فاكرة انه سعيد. أنا عارفة. بتهربي من حبك صح؟ الحقيقة دلالة إن أنا كفرت بكل حاجة. بالحب والحارة والوطن والناس. ليلى انت لازم تعذري علي شوية أكتر من كده، انتوا الاتنين في حالة عدم توازن. أرجوك يا دلالة ما جيبلي سيرة علي خالص. بقى لسه بتحبيه؟ لما تبطلي حبه بجد مش هتفكري فيه وهتبقى سيرته زي عدمها. احنا اللي بنكبر كل حاجة جوانا، الحب والكرة، وبنعمل من بني ادمين عاديين اساطير مع انهم في الاخر بشر عاديين. اغواءهم حاجه سهله مش محتاجه اي مجهود. عشان كده زي ما امي ما قالت لي مفيش حد ولا حاجه تستاهل. طب هتقعدي قد ايه هناك؟ اما احس بملل هبقى ارجع. حد يحس بملل برضه في باريس؟ الملل ممكن يسيب النفس في الجنه.
الله يخليك ايدك يا فايز. وطي ليلى مراد دي شويه، لا عارفين لا نقرا ولا نركز. بقى ليلى مراد ولا روزا؟ اليومين دول روزا طبعا. في تنبيط شديد على الملك والحشة في موضوع فلسطين. يا اخويا انت دماغك ما بتوجعكش من الهم ده؟ وانت دماغك ما بتوجعكيش من الهم ده؟ ده حتى بيرم قال يا اهل المغنى دماغنا وجعنا دقيقة اسكت لله. مساء الخير. اهلا اهلا اهلا. ايه النور ده كله؟ كنت عايز حضرتك في موضوع مهم. تفتكري سي علي عايز ابوكي في ايه؟ وانا شعرفت. مش يمكن يكون عايز يطلبك منه؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ طب وفيها ايه؟ مش هو كان هيتجوز واحده يهوديه؟ خليكي في القهوه عن اذنك. طب استني عشان تقدميها. مش مقدمه حاجه. انا عارف ان الطلب اللي بطلبه صعب وخطر، لكن انا واثق في وطنيه حضرتك. لكن لو الموضوع مش في مقدورك خلاص اعتبرني ما جيتش من اصله. انت بتقول ايه يا حضره الضابط؟ هو انا اقدر ارد لك طلب؟ انا بس بفكر لما نجيب المكنه هتخبوها ازاي. لا سيب دي علينا. بس هو شراء مكنه رانيو ممكن تغطيه بحكم انك موظف؟ طبعا الدايرة بتتعامل مع شركة ستاندر ستيشنري وأنا مندوب الشراء. من الناحية دي ما تعملوش هم حاجة أبدا. تمام. بالنسبة للفلوس عيب يا حضرة الضابط. يعني إيه؟ يعني تقدموا حياتكم في سبيل مصر مستخسرين فيا أقدم 30 جنيه تمن المكنة. تخيلوا رغم أنه موظف بسيط جدا لأنه رفض ياخد مليم واحد من الناس فاض بيها وعايزة تخلص. ها تقترح المنشور الاول يقول ايه ويتسلم للناس ازاي؟ انا كتبت حاجه لو حد تسمعها. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. عهد ووعد وتحرير. نعاهد نحن ضباط الجيش المصري جموع الشعب المصري الذي نحن من ابنائه على الكفاح وبذل الدم من أجل الاستقلال الذي استشهد في سبيله خير أبناء هذا الوطن. ونحذر زملائنا الضباط من الانسياق في أي حرب دون استعداد كاف حتى لا يحدث ما حدث. ونحذر الملك من التقاعس عن التحقيقات المطلوبة في قضية أسلحة الجيش المصري في حرب فلسطين وما شابها من فساد، وإلا فإن العواقب سوف تكون وخيمة. والله يا مولانا أنت باركتنا في الزيارة دي وشرفتنا طبعا كتير جدا. خليك خليك، ما فيش داعي توصلني. إزاي يا مولانا؟ لا طبعا ما يصحش. وفقكم الله لما هو خير للإسلام والمسلمين. ربنا يعزك يا مولانا. ادخل رد على التليفون. بس في زيارة تانية قريب إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله. وبعد هالك بقى خليل، أنت هتبكي على إيه ولا على إيه؟ على ابنك ولا على حسن البنا؟ ده اعز من ابني يا اسطوحي. يا راجل ما تقولش كده، الله يرحمه. بس برضك ابنك ده ضناك. والاسلام هيعمل ايه من غير حسن البنا بس يا اسطوحي؟ نعم يا اخويا، الاسلام ربنا هو اللي حافظه. اذا كان كبر الاسلام واستمر بعد موت سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. يبقى هيتاثر بموت حسن البنا؟ لا 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 خليل، انت باين اعصابك تعبت. ربنا يسترها، ربنا يسترها عليك وعلينا وعلى البلد كلها يا رب يا رب. الموضوع مش بسيط زي ما بيقولوا. اذا كانوا وصلوا انهم يهددوا اكبر راس في البلد مولانا شخصيا، يبقى الدور جاي علينا.
يا هانم دي مبالغة كبيرة قوي. احنا ياما سمعنا تهديدات وشفنا منشورات ومفيش اي حاجة بتحصل. لا، في غضب شديد بين الناس في الشارع. عندها حق، والعيال الشيوعيين بينفخوا في النار. والاخوان؟ الداخلية قدرت تلجم الاخوان، بس مع الاسف مش منتبهين للاكبر واهم من الاخوان. تقصدي مين يا هانم؟ ضباط الجيش طبعا. دنيا مقلوبة، وابتديت اسمع ضباط عايزين يعرفوا اسم الحركة عشان ينضموا ليها. لا لا، اي حد هينضم لينا لازم نعمل عنه تحريات. موافق. وهتكتب المنشور التاني امتى؟ لا مش دلوقتي خالص، احنا لازم نبقى في غاية الحذر لغاية ما الامور تهدى. احنا لازم نوقف اجتماعات لمدة اسبوعين على الاقل لغاية ما نشوف ايه اللي هيحصل. وانت يا سعد ما تجيش شقتك دي خالص. يا ابن اختي. حسين معايا. الإسلام دين أبو محمد رسول الله. يا الله، مساء الخير يا حاج. مساء الخير يا علاء. ده إيه اللي في إيدك ده؟ حاجة تبع الشغل. وتبتعدين فيبتعد الوطن، وتعودين يعود الزمن، وأنا ما زلت طفلا صغيرا يحبو على قدميك، ما زلت رجلا يحن إلى ترياق شفتيك. مدي يديك بطوق النجاة يا مرسى بحاري، يا كل الحياة. ما تاخديش معاكي حاجات كتير، انت هناك المدينة الفاضلة مش محتاجة لأي حاجة. الناس هناك مش هتقعد تبص على لبسك ومكياجك، إنما هيبصوا على أفكارك وشغلك. جرايا ست كل وانا اختفى. طب لو ما كانتش ترجع أحلى واحدة في الدنيا، إيه بيساعدها إبكي؟ طب لما تخلص وصلت العواطف الرومانتيكية دي ابو اندهولي، انا هوصلها المحطة واجي. يعني ايه؟ هي مسافرة لوحدها؟ هتروح اسكندرية بس لوحدها، وزمايلي هيقابلوها هناك، وانا هسافر لها بالليل. ليه؟ عشان سلامتها وسلامتي يا امي. عملنا بيه ده كله بس تاني يا امي. لسه مصرة على الهروب. ماما أرجوكي. خلاص. خلاص.
الله، هي ليلى مسافره ولا ايه؟ لا يا اختي، دول يعني 4-5 ايام كده، مش هتتاخر من غير يعني ما نعرف ولا نسلم. يعني رايحه باريس مع اخوها كده تغير جو. اسكتي يا مريم، مش ليلى هارون مسافره؟ ولا حد جاب سيره ولا قال لنا؟ ما تسافر ولا ترجع. اخس عليك يا مريم بقى، عشره العمر اللي بينا دي وتقولي مالنا؟ انا هنزل اسلم عليها وارجع على طول. موسى خد بالك من ليلى. عناية هتوحشينا قوي يا بنتي، الحاره مش هيبقى ليها طعم من غيرك. متشكره يا عم. سطوحي عنده حق، ياكي بس ما تعوقيش. لا حوالي شهر بالكتير. تروح وترجع بألف مليون سلامة إن شاء الله. الله يسلم حضرتك، متشكرة قوي. طب يلا. إيه يا ليلى كده تسافري من غير ما تسلمي؟ بقى هي دي العشرة برضو؟ ده كلها شهر. شهر؟ ده أنا كنت أموت. بعد الشر عليكي، أنا هسلم عليكي يا تريز. تروحي وتيجي بالسلامة. الله يسلمك. سلمي لنا على باريس وشوارع باريس. انت اكتر واحد هيفرق معايا في العالم ده، توحشني قوي. انت كل حاجه بالنسبه لي، ترجع بالسلامه يا حبيبتي، ترجع بالسلامه. يلا ليلى. مريم، يا مريم، مساء الفل يا سردينة. مساء الهنا يا حضرة الظابط، ما تيجي نسقيك شاي؟ إن شاء الله هيبقى شربات. يا رب. مساء الخير. اهلا يا علي. يا ترى ليلى موجوده؟ وانت ما تعرفش؟ اعرف ايه؟ ليلى سافرت النهارده الصبح. سافرت؟ سافرت فين؟ باريس. هتقعد كتير؟ مش قبل شهرين ثلاثه كده. ازيك يا موسى؟ ازيك انت علي؟ عموما انا مسافر لها، تحب ابلغها حاجه؟ لا شكرا، عن اذنكم. اتفضل. خد بالك من اختك. في عناية يا امي. احنا تقريبا في الشارع. انت ايه قساوه القلب دي؟ اللي بينا لازم ينتهي. لا يا موسى، اوعى تقول كده، انا بحبك. اخره الحب ده ايه؟ الحب ملوش اخر. لازم امشي. طب انت هتغيب قد ايه؟ مش عارف. انا بحبك يا موسى، انت مش هتستغنى عنك.